الدبلوماسيه كنناقشوا المشهد السياسي البائس، ناقشوا الشيخ والشيخ، وعندنا 350 الف تلميذ كيمشوا من المدرسه وكل سنه ما ناقشناهمش. شتوا 350 الف ولا نص مليون مغربي اللي كيبشرنا به وزير التربيه الوطنيه والرياضه اللي كيغادروا المدرسه، هذه نص مليون مجرم وشمكار في المستقبل وكيجريسي من دابا. زيدوا السجون من دابا زيدوا، لان ملي كتقول لي نص مليون كيغادروا المدرسه، نص مليون مشرمل، نص مليون شمكار، نص مليون مجرم، اذا بدل ما تزيد المدارس، بدل ما تزيد الجامعه، زيد لي السجون. هذا هو النقاش الحقيقي. اما تحور للنقاش الشيخه الشيخ، ما نحن وما الشيخ المغرب، علاش قلت لكم زوين فيه، فيه كل شيء، فيه الشيخه وفيه الفنان وفيه المطرب وفيه الطبيب وفيه القاضي والمحامي والاستاذ والمعلم والنجار والبلومبي، هذا الشيء كامل فيه. وما كاينش شي واحد كيتزاد ويختار مول لباه، كاين شي واحد نهائيا، ولا وما كنحقر من حتى شي واحد. الشيخه قامت بدور في فترات معينه، وقامت الاستعمار بفن العيطه والاغاني المغربيه الجميله اللي مازالت عايشه معنا. والشيخ ايضا الذي ينتقل الشيخه ينطلق من مرجعيه الاسلاميه، بالراس ما عندناش مشكل معاه. ولكن انا كنقول له وكنقول جميع الشيوخ اللي دايرين اللحية واللي كيفتوا في الدين، وحنا كنحترمهم على روسنا، شيوخنا على روسنا، كيف ما انتقدتي الشيخه وقلتي على انها ما خصهاش يكون قدوه في المجتمع، وانتقد شويه حتى زواج المال بالسلطه ما خصوش يكون قدوه في المجتمع، وانتقد هذه النخب السياسيه الضعيفه، وانتقد نهب المال العام، وانتقد الاثراء غير المشروع، وانتقد هكا غادي نصدق الخطاب ديالك، وكنعرفك على انه فعلا راك تدافع على المجتمع. اما باش ندخلوا في الشيخ والشيخه وشكون اللي زوين وشكون اللي القدوه، القدوات الحقيقيه داخل المجتمع حطمناها. عرفتوا شكون القدوه؟ القدوه هو المربي، هو المعلم. النهار اللي ولينا كنكتوا على المعلم وكنحقروه وكنزيروه وكنعطوه كذا والكريديات وهرسنا المدرسه العموميه، هرسنا القدوات داخل المجتمع. سال الموضوع بلا ما نمشوا للشيخه ولا للراقصه ولا كل يغني على، والله العظيم انا نقولها وناكدها لكم، واللي تفرج واحد الفيلم مصري بالمناسبه الراقصه والسياسي، في خطاب بين الراقصه والسياسي كتقول له كلها كيرقص بطريقته، هذا انا كنرقص بالجسم ديالي وانت كنرقص بطريقتك. واحيانا تكون الراقصه افضل واشرف من السياسي، لان الراقصه دفعتها ظروف الى الرقص باش تستر ولا باش العائله ديالها، وهذاك السياسي اللي كاين هبل العلا ما دفعوا حتى شي واحد. شكون اشرف، واش هذه ولا هذا؟ شتوا الاحكام القيمه فين كاينه؟ انا راه ما كنحاضر في الدين، ولكن السياسه راه داخله في كل شيء، داخله في الدين، داخله في كل شيء. دابا كانوا كانوا كينتقدوا العداله والتنميه، كتحكمونا باسم الدين، الدين معطش ديالنا كاملين، ماشي ديال العداله والتنميه، ديال المغاربه كاملين. واللحية ماشي حكر على العداله والتنميه، اليوماتيه هذوك اللي ينتقدوا العداله والتنميه استخدم الدين في السياسه، اليوم كاين استخدام المال في السياسه. أو بحال بحال ما ضحك حد على حد في مزرعه كما كيقولوا له، كيقولوا الصحراويين. اذا ولاد عبد الواحد كلهم واحد، كنتقد العداله والتنميه خدمه الدين في السياسه، حتى انت خدمتي المال في السياسه، وبجوجهم خطر. انا ما كنقولش بجوجهم خطر، بجوجهم خطر، غير هنا كنا كنهضروا وكنتقدوا بملء الفم، وهنايا شت الصوت منخفض وكل شيء سكت وكل شيء ناس، ياك انتوما ما نستو. تحياتي لكم والسلام عليكم.